اهلا بكل حبايبي الغاليين، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. وفيديو النهارده هو كريم لتوحيد لون البشره وازاله التجاعيد والبقع الداكنه والتصبغات الجلديه وتفتيح غير طبيعي. يعني كريم معالج بكل الفوائد اللي ممكن تتخيليها. الكريم بسيط جدا، هنعمله ان شاء الله بمنتهى السهوله وهنشوفه مع بعض دلوقتي حالا. هنعمله بقشر البصل، وهو المكون الرئيسي معانا النهارده هو قشر البصل او قشور البصل. قشور البصل مفيدة جدا جدا للبشرة وللشعر. قشور البصل بتساعد في علاج حساسية البشرة وعلاج حب الشباب والبصور والالتهابات والبقع الداكنة. قشور البصل ممتازة لكل مشاكل البشرة. هنعمل النهاردة الكريم مع بعض بمنتهى السهولة وهتلاقي نتيجة ولا اروع، هتعجبك جدا. وبشرتك لو فيها حبوب، لو فيها تجاعيد، لو فيها بقع داكنه، هتلاقي ان شاء الله كل ده بيتعالج مره واحده كده. هتحسي ان انت في سحر، حطيتي كريم سحري، يعني سحري خطير. يا رب يعجبكم ان شاء الله. ونبدا على بركه الله الوصفه، ونحوش كده حوالي قشره حوالي 5 بصلات او 3 بصلات 4 بصلات على حسب الكميه اللي هتعمليها، بس انا احب قشر البصل يكون كتير. دي قشره حوالي بتاع 4 بصلات كده خليتهم علشان الكريم التحفه ده. هناخد طبعا يا بنات زي ما انت شايفه كده اي حاجه بتترفع على النار، ونحط فيها قشر البصل اللي احنا حوشناه كله، وطبعا بنكون ماسحينه باي قماشه كده علشان لو في تراب ولا حاجه اوعي تغسليه، لان لو غسلتيه هيبوظ. فانت امسحيه كويس جدا وتاكدي انه نضف. خدنا حوالي قشور 4 بصلات زي ما انت شايفه. قشر البصل ممتاز للبشره والشعر، كمان بيفتح البشرة جدا جدا جدا. كمان هننزل عليهم بحوالي 2 كوباية مية كبار او 1.5 كوباية على حسب الكمية اللي انت عاملاها. هناخد تاني مكون معانا ان شاء الله، وهو بذور الكتان. وبذور الكتان طبعا غنية بفيتامين ه او فيتامين اي. وبذور الكتان بتفتح البشرة جدا زي البصل كده، وتوحد لون البشرة، وكمان بتعمل على ترطيب البشرة ترطيب عميق، وبتحافظ على البشرة وبتحميها من الجفاف، وبتعيد نضارة البشرة، وخصوصا البشرة المتعبة او البشرة المجهدة. هناخدهم طبعا هيلة بيلة كده على البوتاجاز لحد ما طبعا الكتان تستوي. طبعا كلنا عملنا الكتان في حاجات كتير، فعارفين طبعا النظام. هو بياخد حوالي 10 دقايق عشان يطلع الجل بتاعه، وده طبعا شكله على النار. اول ما استوى طبعا نزلته من على النار زي ما انت شايفه كده، هيهدى شويه. هبتدي ان انا اصفي. طبعا هنجيب فلتر قماش فوق المصفى علشان الشوائب كلها مطرح البصل او بذور الكتان ما تجيش في الكريم. زي ما انت شايفه كده انا جايبه مصفى، واحط عليها كمان شاشه او قطعه قماش خفيفه كده تقدري تصفي بيها. الوصفة دي يا بنات لبشرة خيالية الجمال والروعة. هتجربيها وهتقوليلي في الكومنتات ان شاء الله بشرتك بقت عاملة ايه. انا مش عايزة اتكلم كتير عشان ما تقوليش ان انا ببالغ يعني. فانت كأنك كده يعني كأنك جايبة كريم مضاد حيوي كل يوم لبشرتك بتحطيه. اي تصبغات جلدية، اي بصور، اثر حب الشباب او حب الشباب نفسه، عندك غمقان في بشرتك، بشرتك مغمقة شوية مطرح الشمس اللي كنا فيها والحرقان بتاع الشمس ده كله، بشرتك مجددا هتحس ان بشرتك منورة كده وجميلة وطبيعية وناتورال جدا. هتحبي بشرتك جدا ان شاء الله بعد الكريم ده، وهتشوفي ان شاء الله اللي بقولهولك. صفينا طبعا كده المكونات، صفيناها بشاشة زي ما انت شايفة عشان الجل، زي ما انت شايفة كده الجل نازل مع عصير قشر البصل زي ما انت شايفه كده. صفيناه تصفيه حلوه قوي. كده بقى بتمنع لك القشر شوائب، اي حاجه في الدنيا بتمنعها لك. اذا كان عندك ما عندكيش اصلا شاشه، ممكن تعمليها بشراب، اي شراب يكون جديد عندك ما بيست ما حدش استعمله. اهم شيء يكون جديد ما حدش استعمله، يعني بكرتونته او بورقته تقدري تستعمليه. شراب فيليه او اي قطعه من الشاش او اي طرحة قديمة عندك تقدري تصفي باي حاجة. المهم ان هي تكون زي الفلتر كده، تقدر تنزل المكونات او تنزل المية بتاعت المكونات بسهولة.
المكون اللي بعد كده معانا جل الصبار، هناخد منه معلقة علشان الترطيب العميق، واكتر اكتر كمان بيرطب البشرة جدا جدا جدا، واحلى حاجة فيه ترطيب البشرة وبيعقم البشرة اوي. هنقلب كده زي ما انت شايفة الجل ظاهر اوي اوي في الكريم، الجل ظاهر جدا، وكمان مع جل الصبار كمان اعمل جل اكتر. البصل يا بنات خطير، او قشر البصل خطير مع التجربة طبعا، كلنا طبعا مجربينه وعارفينه. عندنا المكون الاخير وهو زيت السمسم، انا بحب السمسم قوي، يعني بحب زيت السمسم قوي في الوصفات، لانه بيخلي الوش مسمسم كده وجميل وناعم زي البيبيهات بالظبط، بتحس ان وشك بيور وقد كده ناعم وقد كده طفولي جدا، وشك بيبقى بيبي بزيت السمسم. حتى لو انت دعنتيه كل يوم على بشرتك بالليل قبل ما تنامي ودخلتي الزيوت كده في بشرتك جامد، يعني فضلت تدعكي في بشرتك جامد لحد ما زيت السمسم دخل في بشرتك، هتحس ان يوم وانت قايمه ان وشك ده طفولي قد ايه وناعم، وشك جميل جدا ومسمسم زي ما هو اسمه كده. قلبنا طبعا المكونات حلوه قوي زي ما انت شايفه كده، طبعا هو كريم جلي قوي، يعني الجل واضح فيه جدا. نصب بقى الكريم في اي بطرمان عندك نظيف، او اي علبة نظيفة، اي حاجة موجودة عندك المهم تكون نظيفة علشان ما يبصش، ما تكونش مبلولة اهم شيء يا بنات، يعني ما تكونش مبلولة اهم شيء، ما تكونش مبلولة خالص، تكون العلبة ناشفة وجافة خالص. ندينا طبعا على بشرة نظيفة زي ما احنا متعودين، لازم تكوني غسلة بشرتك ومنظفاها علشان تشوفي النتيجة اللي مستنيها ان شاء الله. هندينه على بشرة نظيفة كده، ندينه كل يوم، ندينه مرتين في اليوم، ندينه 10 مرات في اليوم، ما عندكيش اي مشكلة، لان هتلاقي بشرتك بقت غير من اول استعمال، او ما تشطف وشك هتلاقي بشرتك حاجة تانية خالص طبعا، ده ان شاء الله. زي ما انت شايفة كده ندينه على بشرتنا، ممكن تدهنيه قبل ما تنامي وتنامي بيه، بس بعد ما بينشف عشان الفرش. ممكن تدهنيه مرتين في اليوم زي ما انتي بتحبي، طبعا بيفتح البشره جدا، بتحس التصبغات والترهلات، المشاكل تبقى موجوده في بشرتك بتلاقيها كلها اختفت ان شاء الله مع المداومه مع الايام. لكن من اول مره هتحسي بنضاره غير طبيعيه في البشره، قد ايه هتحسي وشك طفولي، وشك بريء، وشك نضر قوي. ان شاء الله هتعملي الوصفه وهتدعيلي بإذن الله، يا رب تعجبكم، دمتم في أمان الله وحفظكم.